في عالم الأسلحة النارية والعصابات المنظمة، ساموراي لا يملك أي ذرة من الرحمة في صراع الانتقام ضد القاتل المختال. هل هيقدر ولا لا؟ ويا دي حكاية اليوم يا صاحبي من انمي لوبين. ليتس جو. المهم عشان تنضم لينا والصحاب ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس، ويلا كده خلينا ننطلق في حكاية اليوم، حكاية من أجمل رواية. ليتس جو. ده هو هوك، راجل في الخمسينات كده عايش في حديقة ضخمة، في بنت بتجيله بسرعة وبتقوله الزعيم عايز الأهداف دي لازم تجيبها. بيبص كده بسرعة بيقول سهلة جدا وانطلق. في نفس الوقت ده على سفينة فاخرة للأغنياء بس يا صاحبي، بيلعبوا كوتشينة وبتاع كده. صاحب السفينة الثري ده اسمه إينانيجا، مع عصابته عصابة سايجو. مستحيل نثق في الشاب بتاعك ده، ده شبه عيدان القصب وعايزه حارسك الشخصي. مستحيل، أصلا عصر الساموراي ولا ببصرهم كده بكل برود، انتو مش ند ليا اساسا. وده اسمه جويمون، ساموراي متوحش بسيفه الكتانة ده. فجأة اقتحم المكان عصابة ترابة. انت فاكر نفسك هتعدي منها يا إينانيجا؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جماعه؟ كده على طول على السخان، لان قبل الكلام ده يا ابو الصحاب بعشر دقايق كان في واحد من الزباين بيلعب كده كوتشينة وبتاع، بس بيغش النصاب ده. الحارس مسكه وانضرب لما شبع، حرفيا عصابة الزعيم فرشوه فرش. فعصابة ترابة عرفت بكده وان في احد من اعضائها اتمسك واتفشخ ضرب، فهجموا عليهم وبدأت المعركة. بس عصابة سيجو متوحشين يا جدع، بيضربوهم بالحديد والسلاسل، دمروهم حرفيا وبدون اي ذرة من الرحمة حتى. ده اللي بيحصل لو غلط مع عصابتنا ايتها الحشرات. بس فجأة زعيمهم غفلهم بمسدس وهيقتل إينانيجا. اتدخل بسرعة جويمون بسرعة خاطفة بسيفه الحاد وقطع الرصاصة لنصين. السرعة والقوة دي يا عم الساموراي. والوضع هدي شوية، بس على نفس السفينة اصلا دي في مبالغ ضخمة من الكازينو واللعب الغير شرعي، يب القمار يعني. بس طلع اصلا في لصوص على السفينة دي، يب هو ده لوبين وصاحبه جيجن اللي قدروا في الاخر يسرقوا الخزنة بالكامل، ملايين الدولارات يا صاحبي، وفجروا جزء من السفينة وقدروا يهربوا منها. بس في نفس الوقت اصلا كان في صوت مدمر جاي من المحركات، ما حدش عارف ايه ده، كان بهز السفينة هز. جويمون بيقول له زعيم انا هروح اشوف فيه ايه. بيروح فعلا وبيتفاجأ، وات انت مين اصلا؟ وحش بيضرب على مواسير المحركات بفاسه. جويمون بيقول له اقف مكانك والا خلصت عليك في لمح البصر، مش هتصمد قدام سيفي. هوك بيمسك سيجارته كده بيقول له انا بس هولع سيجارتي من المحركات، معيش ولاعة. ظريف. وبيهجم عليه بكل قوة، بس المحرك انفجر مرة واحدة وطير جويمون بعيد. هوك ولا بتأثر اساسا، السفينة بتتدمر بشكل بشع، كل الناس فيها بتموت، وفي خشبة ضخمة وقعت على زعيمهم إينانيجا. انقذوني انقذوني. عصابة سايجو بتبص ليه كده بيقول لا 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 اصبروا، ده كده كده ميت، فوكك منه لازم نهرب احنا. ياه يا الدناءة والقزارة، هي دي اخرة العصابات يا صاحبي. احسن. في الوقت ده لوبين واصحابه خلعوا على قارب صغير كده، بس ايه ده؟ مش ده هوك؟ ايوه هو ده هوك، وبيحارب الساموراي جويمون. بيغفله في الاخر وبقع على الارض، انت مين وايه هدفك بالظبط؟ هقول لك مدام مصر يا عم الساموراي، هدفي هو زعيمك والسارق لوبين. جويمون بيقول له ها طب ليه؟ بس غفله بالفاس بسرعة جدا وهرب منه في الاخر. بعد كل الأحداث العنيفة دي السفينة اتدمرت واتحرقت بالكامل، وفي ضحايا مشوهة بشكل مجنون بأبشع الأشكال. في شرطي بقى بيقرب منهم بيقول لهم انتوا عارفين ده كان مولود بين الجثث ولا لا؟ فبيقولوا انت مين اصلا؟ بيقول لهم انا زينيجيتا من شرطة البلد، وبدور على شبح براموف ده المتوحش ده اللي اسمه هوك دلوقتي، لان هوك اصلا ده مطلوب للعدالة، قتل اكتر من 2000 شخص بدون اي رحمة، قطعهم لاشلاء، وهرب على جزيرة معزولة واسمها جزيرة برامودا، بس انفجرت بنووي كامل واتعلن ان الشخص ده مات، بس ازاي عايش اصلا؟ المهم الشرطي بيكمل بحث لحد ما عرف في الاخر انه كان في مطعم الصبح هنا وهرب بموتوسيكل في الاخر. في الوقت ده كان جويمون بيوصل جنازة رئيسه واللي كان بيعزه جدا زي ابوه وزعلان جدا انه مات، بس ابنه بيقول له انت السبب، كنت فين؟ مش انت الحارس الشخصي بتاعه؟ ليه هربته كده؟ عصابة سايق بيقول ايوه ايوه هو فعلا هو السبب، هو اللي هرب وبتاع. اه يا قذرتكو يا دنائتكو، انتوا اللي سبتوا اصلا رئيسكو يموت بكل قذارة. جويمون بيقول لهم انا اللي هنتقم، بس ابن زعيم بيقول له بلعني مش عايز اشوف وشك خالص
في المكان ده، بس لو ما انتقمتش خلال 3 ايام هنخلص عليك. جويمن بيمشي ويسيبهم، بس الصراحة لوبين وجيجن هم اللي فازوا بكل حاجة، اخذوا كل الفلوس وهربوا. بس فجأة في موتوسيكل مجنون كسر ام الاكزاز وهجم عليهم. يب طلع هوك، دخل عليهم بكل جنون. جيجن بيقول له استسلم، احسن لك تمشي من هنا ولا هخلص عليك في لحظات. لوبين بيقول له يا عم انت عايز ايه بالظبط؟ قال له انا هحولكوا لرماد، ده هدف زعيمي. جيجن بيضرب عليه نار بكل سرعه بس صدها بالفاس بتاعته. لو مش كده بس، وردها على جيجن، ده انت متوحش يا اخي، مش عارفين يصمدوا قدامه، فهربوا منه في الاخر. بس هوك فجر ام المكان بالفلوس وبكل حاجه فيه وطار وراهم مطارده عنيفه بالاثنين. بس جويمن والشرطي سمعوا الانفجار ده وراحوا للصوت. واثناء المطارده في شجر ضخم قاعد يوقع عليهم واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه. الاولى تفادوها بس الثانيه كسرت ام العربيه بالموتوسيكل. وياب طلع السبب هو الساموراي جويمون، انت هدفي، بسببك زعيمي مات، هخلص عليك. بيهجم عليه بكل قوة بس هوك صدها بسهولة، بإصبع واحد قدر يمسك سيفه لو شغال رزع على سيف الساموراي، كسر وجرح جويمون ورماه بقسوة. انت مش ند لي اساسا. لوبين بيساعد جويمون والشرطي هنا وصل وبيقول له هوك استسلم بسرعة. هوك بيقول له حاضر حاضر، واستسلم فعلا، استسلم يابا، هو استسلم بس عشان انا نعسان وعايز انام دلوقتي. يا خبر ابيض، وفعلا راح مع الشرطي ده ونام في السجن ولا هامه، كانه قاعد في استراحه بس. رئيس زينيجيتا في الوقت ده بيقول له يا عم انت عملت ايه بالظبط يا عم؟ ابعد عن هوك، مش عايزين مشاكل معاه ارجوك، لانه شغال تحت امر شخص سري وهو مسجل اصلا ميت عندنا. بس زينيجيتا مش بيستسلم اصلا ولا بيهمه الكلام ده وبيروح. بس فجاه بيجي اتصال من السجن، يا عم الحق، ده هوك كسر ام السجن وقتل الحراس بابشع الطرق، هرسهم حرفيا. هوك اخذ موتوسيكل وهرب، بس الشرطه مش بتستسلم وبتطارده. بس الواد هوك ده ذكي بشكل، خرم ام الاطارات بتاعت الشاحنه وقدر يخلع منهم في الاخر. زينيجيتا مش بيستسلم وبيجروا وراه وبيضرب عليه نار بيفرتك ام الكاوتشات بتاعت الموتوسيكل، وهوك بيقع وقعه صعبه جدا المفروض يموت. بس زينيجيتا انصدم، ايه ده قام ولا كان حصل له اي حاجه، يخرب بيت الوحشيه بتاعت يا هوك. نرجع بقى للوبين وجيجن اللي ساعدوا جويمون الساموراي ده وهربوا بيه بعيد. بس الواد مدمر نفسيا، سيفه اتكسر وحالته صارت بالبلاء، انهزم بضربة واحدة. بس الواد مش بيستسلم وبيتدرب لأسابيع تدريب غير آدمي الصراحة، تحت شلالات وأشجار ضخمة قاعدة تطيح عليه، في المحيط ضد القروش والحيتان، داخل النيران بيتخيل خصمه هوك وبيحاول يتوقع ضرباته ويهزمه، بس بدون أي فايدة. جسمه اتبهدل، صحته اتدمرت. لوبين وجيجن شافوا ان الموضوع ده ملهوش اي لازمه وخلاص كده، هو ده كويس، خليه يلا نهوس بافكاره دي، لازم نمشي. وفعلا مشيوا وسابوه، بس زينيجيتا قبض عليهم في الاخر. يا ريتني ما مشيت يا اخي. وكان رايح بيهم على السجن. في الوقت ده عصابه سايجو وابن زعيمهم راحوا لجويمون وقدروا يقبضوا عليه في الاخر. ابن زعيمهم بيقولوا احنا هنخلص عليك، ما عدتش مهم لينا، المفروض تنتقم لينا خلال 3 ايام، عدت 3 اسابيع، هربت منا، هربت من العصابه. بيضربوه بس مش بيرد عليهم. ابن الزعيم بيقول لهم خلصوا عليه خلاص، مش عايز اشوف وشه. بس فجاه اعصاب جويمون اتغيرت بشكل كامل، بدا يحس انه شايف هجومهم وحركاتهم المستقبليه، يبص لهم كده بكل برود، احسن لكم تهربوا من هنا والا هخلص عليكم بابشع الطرق بدون اي رحمه. بيتعصب عليه جامد وبيهجم عليه بكل قوه وسرعه، بس بضربات ثابته واسرع من البرق بيقطعهم لاشلاء، ايادي واجساد بتطير في الهواء بتتقطع. جويمون اتحول لوحش لا يرحم، ووصل في الاخر لابن الزعيم، انا مش هقتلك، احتراما للزعيم فقط لا غير، وسابه ومشي. في الوقت ده اصلا زينيجيتا وصل لطريق مسدود كده ومش عارف ايه اللي حصل، ده ايه اللي حصل في الطريق؟ بس فجاه هجم عليهم هوك بكل وحشيه، كسر ام العربيه. انا اللي عاملكوا الكمين ده. لوبين الصراحه مرعوب، وايه اللي بيحصل يا جماعه؟ الشرطه ضرب عليه نار بس هوك صدها بالفاس وعكس الطلع عليه، دمر رجله، الم لا يوصف. لوبين وجيجن استغلوا الفرصه وهربوا، يا روح ما بعدك روح، وهربوا السلام عليكم، لحد ما وصلوا لمعبد قديم كده واستخبوا داخل المعبد ده. اكيد مش شايف صح، صح يا جيجن، صح. السبوف الحيطه اتدمرت بالكامل عليهم، هكرم عليهم حاجه كده كسرت ام الحيطه، وفي سيخ دخل في ايد لوبين، الم رهيب لا يوصف. بيحاولوا يهربوا بس هوك بيلحق بيهم. فجاه ظهر جويمون وبيبص لهوك كده، انت رايح فين؟
انت الهدف بتاعي دلوقتي، انا هخلص عليك، انت السبب اصلا في موت زعيمي. هوكبون انت مش بتستسلم يا اخي، انت عايز تموت يعني؟ بس جويمان مش بيهتم وبيهجم عليه بسرعة مجنونة. قطع صابع هوك، بس هوك بيرد عليه بضرب من الفاس القوية بتاعته، قطع ام عضلة الكتف وطيره على السقف. يا لهوي الوحشية دي يا عم. لو مش كده بس، واحد يهجم على المعبد كسر ام العواميد بتاعته، دمر ابو المعبد، وقع على جويمان. جويمان بيحاول يقف ويصمد كده، بس هوك بيقرب منه بيقول انا هخلص عليك خلاص، زهقت منك. جويمان بيقول له استسلم، انا اللي هنتقم منك دلوقتي. هوك بيمسك ام الفاس بكل قوة، بينطلق بسرعة مجنونة على جويمان، وضربه ضربة قطعت ام عضلات درعه بالكامل. يا خبر، شفت القوة دي؟ بس انصدم، ايده بالكامل اتقطعت. ايه اللي حصل بالظبط؟ الم شديد جدا لا يوصف، لان سيف جويمان في الوقت اللي كان بيضرب فيه هوك قدر يغفله ويقطع ايده بالكامل. الساموراي ده ما بيرحمش، ويقول له خلاص القتال كده خلص، احسن لك تهرب من هنا، انا هرحمك لو اهرب. هوك مش بيستسلم وهجم عليه تاني، بس صاد كل ضرباته ووجه ليه ضربة خاطفة قطعت راس هوك بالكامل. الواد اترعب، ايه ده هو مش ميت؟ لا هو ماتش، هو كان بيتخيل الهجوم الفاشل بتاعه وفشل في الاخر. الواد هوك ده اترعب حرفيا وهرب. الشرطة في الاخر زينيجيتا وصل ليهم وحاول يقبض على لوبين، بس جومين بيقول له ابعد عنهم، سيبه في حاله، انقذني قبل كده وانا هرد للجميل. وفعلا لوبين في هرب في الاخر، ولا كسب ولا خسر اي حاجة، هرب بالعافية. وانتهت القصة بانتقام جويمون من القاتل المتوحش هوك. وبس يا صاحبي، ده كان قصة اليوم، انمي كده في السريع، انمي لوبين، قولي ايه رايك فيه. وطبعا ده عبارة عن فيلم تقريبا، من انمي كامل تقريبا. قولي ايه رايك عموما، وهل نكمل في سلسلة الانميات الجديدة دي الغير معروفة ولا لا؟ وبس يلا نشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. بيس اوت مان.